مشاهدي قناة أشواق تيفي، مرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة الدار البيضاء، يعني بالضبط يعني من ساحة الحمام. وكيف ما كتشوفوا هذه وقفة احتجاجية يعني ضد الأسعار. مرحبا اختي، اختي اخنوش اخنوش وين حيدو؟ حيت حنا عندنا الكرا عندي بنية، فهمتي؟ ما عندناش مدخل، ما كنخدم ما والو، سمعتي؟ هاد السر ديالنا حنايا، هاد البوفرية اللي كتشوفني عايشين، هاد البوفرية كنت عايشهم مع البوفرية، هاد بحال هذا بحال هذا كيعطيوني، انا ما كاينش اللي كيعطيك اختي.
سمعتيني راه ما كاينش اللي كيعطيك. باش كطالبي؟ كنطالب اختي حيد اخنوش. سمعتيني؟ زيد دارو فيه، زيد زيد زادو فيه، ما عندناش ما عنديش. انا كنطلب بعد الخوت. سمعتيني؟ ما كخدامه ما ردامه. انت كتشوفي الحاله ضعيفه وعايشه مالك. عايشه في المرسى. نعم اختي. واختي بالنسبه بغينا نقصوا في هذه الاسعار، حنا كل سيمانه كنلقاو السلعه زايده والسوق راه قتلوه. حنا دابا حنا كنبيعوا الشرفاش ديال البنوات، راه كل سيمانه كنلقاو الاسعار طالعين بزاف، ولكن الناس ما بقاش كيشروا. ملي كيسمعوا الثمن السيمانه قبل والسيمانه الجايه راه ما بقاش كيجي عندك. اذا السوق راه قتلوه، راه ما بقى ما يدار في هذه البلاد. وبالنسبه حتى اي حاجه، ماشي اي بنوات، حتى حنا حنا ماشي اي حاجه كنلقاوها زايده وحشومه. حنا كنطلبوا باب اللي يقتلوا من الاسعار واخنوش عيين. اسعار المواد الغذائيه واسعار ديال الليسانس وكل شيء كل شيء. انا بعدا كنبيع لك في البنوات الاسعار كل سيمانه كنلقاها 30 درهم 40 درهم زايده. وملي كتمشي الناس كيعرفوا الثمن قبل السمن الاخر، كيعرفوا الثمن والثمن كيتزاد ما بقاش كيجي عندك. اذا راه السوق راه قتلوه. وكنتمنوا باش يقتلوا من الاسعار من المواد الغذائيه، لا من كل شيء، لا من المازوت، لا كل شيء. واش اللي كاين؟ الشعب كان كيشوف الافضل في هذه الحكومه. نعم الشعب كان كيشوف الافضل في هذه الحكومه الجديده. ومعلوم راه كان كيشوف افضل، ولكن راه شاف والله العظيم الا شاف خايبه في الحكومه اللي كاينه. حنت علاش الحكومه اللي فات قلنا السعد العثماني مزي خايب، السعد اخنوش راه اكثر منه. واش اللي كاين اختي؟ قلنا بدا كنتمناو نقصوا في الاسعار وكل شيء. واش اللي كاين؟ وتلقوا الناس يخدموا، السوق راه مات. واش اللي كاين؟ تحيدت كورونا، كيقولوا كورونا، هي الكورونا ياك. التيرانات علاش ما حلوهمش؟ الدول علاش حلوا التيرانات هنا ما حلوش التيرانات؟ ها كنعيش مع صحاب التيران انا، كنبيعوا الشرك، كنبيع بيمو مسكه وكل شيء في التيران. سمعتيني؟ لو كنت شتيني في التيران ها باش كتشوفوني. التيران بخير كيشوفني بهادي، هيا باش كيشوفني في التيران. التيران اللي كتشوفوني بهادي، التيران سمعتيني؟ ولكن اختي التيرانات ما حلوهمش، خصنا ناكلوا. الزيت زادوا فيه، الدقيق زادوا فيه، كلشي زادوا فيه، بطيشه، هاد الفومري باش نعيشوا. انا خدام في مارشي كريو، خدام حمال. الا ما مشيتي الصباح فقتي تقلب على راسك ما كاينش مي غاتاكل. مطيشه، البصله، كلشي غالي، كلشي، الزيت، السكر، راه بزاف هادشي. وبغينا نسال فينا هو الملك؟ الملك خاصو يسمع هادشي. الملك فينا هو؟ راه بزاف، راه الشعب كامل تقهر، لا خدمه، لا صحه، لا تعليم، لا والو. حنا بنادم عواق فوق منه صافي، الروح اللي كتمشي وتجي فيه. ما كاينه لا خدمه، لا قرايه، لا صحه، لا تعليم، لا حكومه، لا والو. واش هو وزير دابا اخنوش اللي كيقول لهم راه غنزيد بالحزب قدام، زيد بيه القدام وتخلي الشعب المغربي كله اللور، محشومه شعلك. هي بنادم اول حاجه هي الخدمه، فين الخدمه؟ فين هما الشركات؟ فين هما هادي؟ تا بنادم كيخدم مواقيت يصيفطو يضربو به شهر 15 يوم يجرو عليه. اش من الحياه هادي؟ راه بنادم عايش هنا في هذا المغرب هذا، بحال ما عايش الحياه، بحال هو ميت، بحال الجسم ديالو عواق. موازين جيبوا لنا هيفه، جيب لنا تجيبوا لنا شي حاجه اللي غيستافد منها الشعب. واش منتخب مشى خسر 22 مليار والو ما دار حتى حاجه؟ واستقصدوا على المنتخب، اش دار لنا المنتخب؟ كره، اش بغينا بشي كره؟ شوفوا بنادم يديروا فين يخدم، ما كاينه لا خدمه لا والو. السمير بنادم عنده وليدات، عنده ثلاثه الاولاد، ربعه، وكيشد 40000 في الشهر باش يشري بها قن باش ينق بها راسو. راه بزاف
عاش عاش الشعب عاش 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 احنا خصي جينا على هاد على الغلاء ديال الاسعار لان كلشي تزاد فيه. بحالي انايا دابا راجلي انا خدام ب 44000 ريال الشهر مثلا، 44000 ريال الشهر واش غتزطك مع ثلاثه الدراري الماء والضو؟ شوفي دابا الزيت بشحال، دقيق بشحال، اي حاجه اي حاجه، المازوت ليسانس، زيديها على على هاد الصالير اللي عنده، واش غيعيش ليه ثلاثه الدراري؟ هذا 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 اللي هو خرج هذا القرار نعطيو حنا عيش باد 44000 ريال غير شهر واحد، يخلص منها المدرسه ديال الدراري، ويخلص منها الموضوع، ويخلص منها الكرا، ويعيش بها ثلاثه الوليدات. ان شاء الله ملي هذا الصالير هذا يقدو هو يخرج بهذا القرار للدراويش ويخرجوا ليهم، لان لا يمكن الصالير طايح والاسعار غاليه. غير العدس بوحده داير 20 درهم، الا بغيت تاكلي العدس حرفي هكاك ب 20 درهم الكيلو، ملوبيا راه 30 درهم. قول لهم اتقوا الله، غدا يوم القيامه غنهزوها من خيرات حسناتكم، هادشي اللي كديروا فيه راه حتى واحد ما غيدير الكرسي معاه، كلشي غيخلي الكراسه وغيتوكل على الله في الطرف ديال الثوب، غيتوسد خدو التراب ويشوف ديك الساعه شنو واش هاد الكرسي دابا غينفعو. اش غنقول لكم اختي؟ اختي هاد الغلا، هاد المعيشه اللي غاليه علينا بزاف، ما كناش قادين نعيشو. اللي عنده التقاعد عنده 13000 ريال اش غدير ليه؟ عباد الله راه ولات ميته وهي عايشه، الناس راه ميته، لا قرايه لا تعليم لا صحه لا حتى شي حاجه، مازال كيعيش في الدنيا في البلاد هذه، اخسر هذه البلاد. راه قول الشباب راه تيحرقوا والبلاد تعطوا الفساد، الناس ميته، راه والله الناس راه ميته، يتقوا الله في هذا الشعب، هذا الشعب راه درويش، هذا الشعب راه تيبغي بلادو، راه تيبغي مالكو، يتقوا الله في هذا الشعب، يتقوا الله يتقوا الله يتقوا الله، راه هما اليوم في الدنيا وغدا الاخره وغيتحاسبوا يوم القيامه. وشكرا يا بنتي. السبب ديال هاد الوقفه هو غلاء الاسعار، غلاء الاسعار وكل شيء، الشعب كاملين كل شيء تيغوت من لا حول ولا قوه الا بالله، لان حسبي الله ونعم الوكيل جميع المواد الغذائيه المواد الضروريه ولات كلها في واحد ارتفاع كبير زياده على الزياده في المحروقات. فين غاديين بهذا الشعب؟ فين غاديين بهذا الظلم ديالهم؟ فين بغيت توصلوهم؟ راه حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، حسبي الله ونعم الوكيل في اي واحد شاد شي مسؤوليه وشاد شي كرسي وما قايمش بالدور ديالو فهو حسبي الله ونعم الوكيل فيه. خلاصه السبب ديال الوقفه هو ان الجبهه الاجتماعيه كتخلد ذكرى 11 انطلاق حركه 20 فبراير، وحركه 20 فبراير هي حركه شعبيه مغربيه خرجت سنه 2011 باش رفعت واحد العدد ديال المطالب تتعلق اساسا بالمساله الاجتماعيه. وبعد مرور هذه السنوات كلها تنشوفوا اليوم على ان نفس الشروط اللي كاينه ديال عدم احترام الاراده ديال الشعب وعدم الكرامه وعدم المساواه مازال تنعيشوا فيها. فبالتالي الوقفه ديالنا اليوم تخليد الحركه وتجديد المطالب ديال الحركه في الحريه والكرامه والعداله الاجتماعيه. السبب ديال هذه الوقفه الاخت، انا جيت انا كمحارب سابق
مهضومه ليا الحقوق ديالي هذه مده سنين خالت، جيت انا كنطالب بحقي، راه كنعاني وحنا محاربين وحاصلين على البطاقه مؤسسه الحسن الثاني، حاصلين على الصيفه واخذين بظاهر، وتم الاقصاء ديالنا. اللجنه المكلفه اللي جات من اداره الدفاع عطاتنا البطاقه وحاصل على جوج تهنئات، وحده من الحسن الثاني طيب الله ترى، وحده من جلاله الملك محمد السادس نصره الله، وجوج حس السيره والسلوك من طرف الرؤساء المباشرين اشتغل تحت الامره ديالهم. ورغم هذا الحسن السيره والسلوك ديالي اللي ما دير حاجه في الجيش ما نفعتنيش باش تستافد، والناس عندهم بطاقه بحالي وكيستافدوا، علاش يتم الاقصاء ديالي والحرمان ديالي؟ كل ساعه يعيطوا لي اجي من هنا اجي من هنا، وتا شي حق ما خديته. جيت انا راه ما عنديش باش نشري خبزه، ما عنديش باش نعيش. هذيك اللي قالت 20 درهم ولا 20 فرانك، حنا راه السنتيم ما كنشدوش، راه صفر درهم. واش هذا مقبول هذا؟ واش حنا من حقنا؟ ومن حقنا حنا باش ناخذ الحقوق ديالنا، وتا شي واحد ما كيدوي علينا ولا يتكلم علينا ولا يهضر علينا، ما كاينش اللي بغى ينصفنا. من 2008 وحنا خارجين الشارع كنطالبوا الحق ديالنا، لا اله الا الله. راه الموت الكحله هذه، راه مصيبه، راه كارثه هذه. جينا لهذ الوقفة لإحياء ذكرى 20 فبراير المجيدة اللي كنا خرجنا منذ أزير من 11 سنة في عنا ديال الشعار ديال الحرية كرامة عدالة الجمعية، ونحن الآن بعد مرور 11 سنة متواجدين باش نرفعوا من الشعارات. الحكومات مشات وجات والأوضاع هي كنشوفوا غلاء الأسعار، أسعار النفط، القدرة ضرب القدرة الشرائية للمواطنين. جينا نقولوا واكوا كعباد الله، وكنقولوا اللي مسؤول يلقى الحل، يلقى الحل ولا يرحل. تحية للجميع. الاعتقالات بين الشعب. شحال عمر؟ 18 عام. قول شي حاجة.
نعم أبناء الشعب المغربي اليوم خارجين من أجل رفض المخططات الطبقية للحكومة المحكومة، من أجل رفض هذه السياسة الاقتصادية وهي سياسة الجوع والتفقير ضد أبناء الشعب المغربي. اليوم المغاربة خارجين لأن المازوت زاد فيه، لأن المطيشة زاد فيها، لأن العدس زاد فيه، لأن البيصارة زاد فيها، والأجور باقية ثابتة كما كانت. كاينة أزمة فعلا، أزمة خارجة منها البلاد وخرج منها العالم كامل، قال هي أزمة كورونا، ولكن هاد اللوبي الاقتصادي المتوحش عبر للقارات أنه كيستغل هاد الأزمة هذه من أجل تجويع أبناء الشعب وتفقير أبناء الشعب والذهاب لواحد المستويات متقدمة من أجل فرض المخططات الطبقية ديالهم. المغاربة بغاو مدرسة للجميع، المغاربة بغاو مستشفى للجميع، المغاربة بغاو يعيشوا بقدام في بلادهم، لأن بلادنا بلاد فلاحية، بلادنا فيها الفوسفات، بلادنا فيها في 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 السواحل، فيها الحوت، ولكن ما يمكنش ومن غير المنطقي أننا نشريو مطيشة بواحد الثمن، أننا نشريو الحوت بواحد الثمن، أننا نشريو المواد الفلاحية بواحد الثمن. كان وهذا ناتج علاش؟ ناتج على المخططات الطبقية ديالهم اللي كتنهج هاد الحكومة والحكومات اللي دازو. علاش؟ لأنها باغية تجوع الشعب المغربي وباغية أنها تخليه حاني الراس وراكع وقابل أي مخطط أن تفرض عليه. يصادف اليوم ذكرى المجيدة 20 فبراير، وكنقولوا بأن روح 20 فبراير والمطالب الاجتماعية ل 20 فبراير لازالت قائمة، ألا وهي الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. ما تحققش هذه الحرية وهذه الكرامة وهذه العدالة الاجتماعية إلا بمخططات وسياسات اقتصادية ناجحة واضحة تهم أبناء الشعب المغربي من الفقراء والكادحين، تهم الشباب، تهم التعليم، تهم الصحة، وتهم جميع القطاعات الاجتماعية. لأن خارج هذا الشيء، خارج بناء الإنسان، لا كان شي مسؤول كيسمع في هذه البلاد، خارج بناء الإنسان ما يمكنش أننا نمشيو للتنمية أو أننا نلتحقوا بالدول المتقدمة. ياك حتى الدراسات ديالكم ديال ما سمي بالنموذج التنموي أوصى بالعناية بالإنسان وتنمية الإنسان. ما يمكنش أننا نتقدموا خارج بناء الإنسان. كيفاش غنبنيو هذا الإنسان والمدارس كتسد بالصباح والعشية، والمؤسسات الاجتماعية أنها كتسد، والمصحات أنها ما كيناش؟ ما يمكنش نبنيو خارج هذا الشيء، ما يمكنش نبنيو. وتحية لكم جميعا، وكنستمروا في هذا الشكل ديالنا.